بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في ثاني أيامنا ضمن هذا المحلي السابع. ننطلق مع منافسات سن الصغار وفئة الحقائق. نتابع شوطنا السابع الذي ينطلق في هذه اللحظات، ومسافتنا هي 3 كيلومترات. على بركة الله مشاهدينا الكرام نسير مع هذه الانطلاقة. أتابع هذه الشعارات وهذه الأسماء والأعداد التي بدأت بالتزايد من خلال انطلاقاتنا في هذه الفترة الصباحية. أسير إلى الصدارة مباشرة وأول المراكز مع الجزيرة هنا على البداية، هو على الصدارة عبد الرحمن بن حمد بن جابر المري، هنا من ينطلق مع الجزيرة مع أول المراكز وثاني المراكز. أتابع من الجانب الآخر، هناك القدوم في هذه اللحظات والانطلاق من ثاني المراكز من كيان أحمد بن مانع بن دواس العامر، هناك مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. أتابع هناك الانطلاق من ثالث المراكز في هذه اللحظات. نتابع هناك الأسماء القادمة والمنطلقة، هناك الذيبة سعيد بن سالم بن محمد الفهيدة المري من ينطلق، ولكن أتابع الاسم القادم في هذه اللحظات من شودة جبر بن جاسم بن ربيع الكواري، هنا ينطلق ويقدم لنا شعاره مع ثالث المراكز مع شودة، ولكن أتابع الاسم القادم. هناك الحاكمة، الحاكمة قادمة عبد الله بن سالم بن عبد الله الهاجري، هنا ينطلق مع هذه اللحظات وخامس الأسماء. تابع هناك الانطلاق والقادمة في هذه اللحظات كيان أحمد بن مانع بودواس أيضا من تنطلق بدورها إلى رابع المراكز في هذه اللحظات. هذه النتيجة متابعينا الكرام للمراكز الأولى الخمس هنا مع انتصاف في المسافة، ولكن أعود إلى البداية إلى الجزيرة هناك على البداية على الصدارة منذ انطلاقة هذا الشوط. عبد الرحمن بن حمد بن جابر البريد المري هنا ينطلق مع أول المراكز، ولكن الظبي هنا مع ثاني المراكز في هذه اللحظات. علي بن سعيد بن سعد بن محمد الفهيدة المري هنا ينطلق مع ثاني المراكز، ولكن القدوم هنا. أتابع شودة، شودة تنضم ثالثا في هذه اللحظات، جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، ولكن الاسم القادم في هذه اللحظات كيان أحمد بن مانع بودواس العامر، هنا تنطلق في رابع المراكز وخامس إلى أسماء. هناك الانطلاق من الحاكم عبد الله بن سالم بن عبد الله الهاجري، ولكن أعود إلى البداية هنا مع افتتاحة الكيلو الأخير. أعود إلى البداية إلى الانطلاق. الله شودة، شودة ولكن الله هنا أيضا كيان غيرت على البداية، والقادمة الظبي، الظبي هنا أيضا تشكل الخطورة، غيرت الظبي. علي بن سعد بن محمد الفهيدة المري هنا مع الظبي ينطلق مع البداية مع الصدارة، ولكن الله. أتابع كيان أحمد بن مانع أبو دواسة العامر مع ثاني المراكز، ولكن الانطلاق ثنائي والظبي على البداية على الصدارة، غادرة الظبي بدون أي أوامر. العصا في الابطان 500 متر أخيرة ما تفصل الظبي عن الناموس، الظبي على البداية. علي بن سعد بن محمد آل فهيدة المري هنا ينطلق مع الظبي، ينطلق مع الظبي بدون أي توامر. وهناك أيضا كيان مع ثاني المراكز أحمد بن مانع أبو دواس العامر، ولكن الظبي، الظبي والاسم القادم. أتابع القدوم في هذه اللحظات من ثالث المراكز من المتحدة سعيد بن راشد بن حمد آل بريص المري هنا تنطلق وقادمة في هذه اللحظات، ولكن الظبي، 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 الظبي مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات الخطيرة. الظبي هنا، تهانينا والناموس لمالك الظبي علي بن سعد بن محمد آل فهيدة المري على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز كان الوصول من كيان أحمد بن مانع بن دواس العامر، وثالث المراكز كان الوصول من المتحدة سعيد بن راشد بن حمد آل بريص المري.
رابع المراكز معاد حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري، وخامس المراكز كان الوصول من الغزي الجابر بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، تهانينا والناموس لمالك الظبي على هذا الفوز. نتابع أيضا من خلال الإعادة والشاشة هنا شاشة قناة الريان أيضا إعادة شوطنا السابع الشوط الماضي في انطلاقات هذا الصباح. نتابع الظبي هنا أيضا ولحظات وصولها إلى خط النهاية، معلنة الفوز معلنة الناموس هنا مع خط النهاية ولحظة الوصول والتوقيت الزمني. توقيت الظبي 4 دقائق و36 ثانية، 84 جزء من الثاني. تهانينا العلي بن سعد بن محمد الفهيدة المري. ثاني المراكز كانت كيان، توقيت الزمني 4 دقائق 38 ثانية وجزئين من الثانية. التهنية أيضا لأحمد بن مانع بودواس العامر. ثالث المراكز كان الوصول من المتحدة 4 دقائق 38 ثانية و38 جزء من الثانية. التهنية لسعيد بن راشد بن حمد آل